Sandra, like we shall Marina, say jumbo jumbo. رئيس كرتان سيلز مانجر في كوانا. والله هي الفكرة جت من أخو حسن، من أخو عيسى، من أخو عيسى وأبو حسن كرتان. كان مسافر للبرازيل، فشاف إن في البرازيل في سوفت دريك مشهور جدا، يعني هو حتى الكوانا يعتبر the second best selling سوفت دريك في البرازيل. فالناس كلها تشرب كوانا، زين غير البيبسي والكوكاكولا. فهو قال ليش هذا المنتج يعني مش موجود عندنا نحن في الامارات؟ زين مع البيبسي والكولا. فجني للبلاد، زين يعني طرح الفكره علينا نحن، زين ونحن ايدناه، قلنا ما في مشكله نحن بنجرب المشروع والبادية داعية بنا، زين نجيبها للشباب. فاللي صار ان نحن دخلنا في اول شيء مرحله الثالث، قلنا نفكر كيف نجيب البرودكت هذا. درسنا الموضوع زين وشفنا ان راح يطلع علينا كوست جدا عالي اذا بنجيبه من البرازيل للامارات. ليش؟ لان في اولا الشيبنج برايس، زين الشيبنج برايس مثلا اذا نحن بنجيب البرودكت، خلينا نقول اذا البرودكت جيبته مثلا 3 دراهم في البرازيل، اذا بنجيبه للامارات تدفع علينا 5 دراهم، اذا بنطرحه في السوق مع الشيل فيه راح يمكن يطلع علينا 7 دراهم. فقلنا يعني المبلغ هذا يعني بعيد جدا يعني عن الكونسيومر، منو الكونسيومر اللي راح يشتري بهذا المسألة؟ راح يكون جدا غالي عن الكونسيومر. فنحن فكرنا نحن نفتح مصنع خاص فينا بس على نفس من 7 دراهم. شركة محمد براش تدعم مشاريع الشباب بس عطتنا رخصة انطلاق عشان بس نبدأ المشروع، بس كفايتنج لا، نحن أرواح يعني من عندنا نحن مولنا المشروع. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني إذا أنت بتتكلمين عن نولج، الحمد لله رب العالمين، أنا أشوف أن النولج موجود عندنا، السكيلز الحمد لله بعد موجود عندنا. بس هل هو أول مشروع؟ هو لي أنا نعم أول مشروع، زين ولكن المشكلة في المشروع هذا ان نحن قاعدين نناقش مع ناس كبار، يعني لها باع في السوق مثل شركة البيبسي. شركة البيبسي اليوم يعني واحدة من أكبر الشركات حول العالم، زين فنحن قاعدين يعني نحاول نخطي خطوة خطوة ورا الثانية، ما نبي نخطي ناخذ 7 خطوات مكان الخطوة وفي الأخير بعدين نطيب ولا نرجع. ساعدونا نصحونا كثير، حصلنا تشجيع من عندهم. مش اول شيء، مش اول شيء، اول شيء اهلنا كانوا يقولون لا وش لكم انتم؟ زين وين داخلين؟ وين فارغين راسكم؟ لكن بيني وبينك يعني نحن خشينا هذه الشغله اول شيء على اهالينا. زين بعدين جينا بعد ما فتحنا مصنع قلنا لهم تعالوا طبعا نحن عندنا مصنع، فهم حتى انصدموا يعني كيف عندكم مصنع ما خبرتونا؟ فبعدين شجعونا بالعكس. يعني عندنا نحن ما توقعنا ان هذا الشيء منهم، نحن توقعنا اول شيء ان يحبطونا زين وكيف سويت الشغل هذه من ورانا، بس الحمد لله رب العالمين بالعكس قاموا يشجعونا. صار دعمنا نحن في التلفزيون، لا مش في التلفزيون، نحن اول ما بدينا اول ما صنعنا اول باج للقورنا فتحنا بوث في الداون تاون اريا مقابل برج البيت، زين فكان البوث هذا بس يعني احنا بنزيد الاويرنس للناس، احنا بنعرف الناس فكر في الجوارنا. الناس في المنطقة هنا عندنا ما حد يعرف شو الجوارنا، اللهم يمكن بس الجالية البرازيلية الموجودة ولا البرتغالية تكون حتى الجوارنا ينباع.